انت اول قلت الساق، قلت نتمنى يكون في مقاهي قبل ما تصير المقاهي هذه، صارت الحمد لله دحين ثلاثة تقريبا. طيب ايش تقول السنة هذه بعد الكورونا وبعد الامور هذه؟ شيء نعم، اول شيء اقول كل عام وانتم بخير، وعسى الله ان يجعل عيد مبارك على الجميع، هذا جانب. ولكن طبيعة الانسان لا تقف عند حد معين، الآمال تتجدد وكل ما جاء جديد طلب الأجد. فإذا كان جات مقاهي نحن نحتاج أيضا إلى شكل آخر من المقاهي، شكل يتيح لأي شخص أنه هو يجلس بعائلته مستمتع، لا شك لا شك أنه داخل المدينة وجد في أشياء الآن جيدة جدا ويشكرون عليها. يبقى أمر آخر، أنه لو واحد أخذ سيارته وجاء من حول المنطقة المركزية لوجد أنه هناك اكتظاظ غير طبيعي. للأسف معليش أنه لا زال في برحة كبيرة موقف مكة القديم لم تستغل، وكان المفروض على الأقل من باب التخفيف ومن باب تهيئة المنطقة المركزية في الموسم هذا أنها تفتح له مؤقتا. هذا يعني طبعا يعني الكمال لله لا شك هذا، لكن الخوافي قوة للقوادين. أستاذنا في جدة حطوا المراجيح في منطقة القديمة عندنا بالسليمانية، لا شوف أيام الكريتات وأيام أنا أعتبر أنه أهالي جدة استطاعوا أن يحافظوا على تراث المنطقة المركزية ويجعلوه منطقة جذب فعليا. الآن أنت تدخل داخل البلد في أماكن كانت صغيرة من ضمن المقهى اللي كان دكاكين صغيرة، المنطقة المركزية معالمها كتاريخ انتهت، حتى الأبواب تحسها مجرد شيء كذا جامد، ما في حتى لمسات جمالية، ما في بعض المعلومات، بعض الإضاءة الجيدة للمنطقة. يعني لحد الآن بإمكان الأمانة لا زال الناس، أنا أزكي أحمد الحلواني أحمد بن صالح يجون يضعون حدود المنطقة المركزية تماما، بمجرد بترة صغيرة يكتب عليها الحدود المنطقة. هذه ربما لا يرى الآخرون بها، لكنها تحتاج جدوى دراسية لكيفية المنطقة وجوها. نتمنى هذا، وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يدرك كله.